عليكم اخواتاتي، نتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله اخواتاتي غادي ندير واحد المسمن بريستيج غزال ورائع، نتمناكم تجربوه. طريقته غزاله وسهل وديال تحمير الوجه، جربوه بطريقه ان شاء الله وغينجح لكم بسم الله. انتم اخواتاتي شوفوا كيفاش يجي، تيجي مرق وغزال، سم تقرميشه ديالو ما نقولش لكم، مرق زويون وتيجي تقرمش في الفم، تيجي غزال ما شاء الله عليه. نتمنىكم تجربوا ان شاء الله وبسم الله على بركه الله. ندوز للطريقه، اولا نشكركم اخواتي على التعاليق اللي تتخليو ليا وبكم نتوما غنزيد القدام، وبسم الله على بركه الله نتوما تابعوني وغتشوفوا الطريقه ان شاء الله كيفاش غنحضروا. عندي هنايا 500 غرام ديال الفورص، وعندي كاس ديال الفينو، كاس ديال العنب عامر ديال الفينو، وعندي شاشيه ديال الفاني، وعندي خماره ديال 16 غرام، وعندي الماء على حسب الذوق، وعندي الماء بارد باش غنجمع هاد العجينه. وغندير اخواتاتي عواشقه ديال العسل، اللي ما بغاش يدير العسل يدير السكر. ها هي غندير هاد الخماره، هاد المسمن اخواتاتي تيجي غزال ومرق وزويون وديال تحمارة الوجه. بسم الله نجيب لكم ديما البسيط وشي حاجه اللي زوينه. غندير اخواتاتي حج عواشق ديال الزيت النباتيه تعطي الهشاشه للعجينه. صافي غنعجنها عادي بالماء بارد، ثم لو بغيتو تضعفوا الكميه ضعفوا المقادير. بحال عجينه المسمن تماما، بحال غادي نسمنو مقاس حمل جاريه تماسكه مع بعضياتها. هنا اخواتاتي بعد ما جمعت العجينه ديالتي على هذا الشكل، غادي غير ندلكها ونديرها في واحد البلاستيكه ونخليها ترتاح 30 دقيقه. ملي تدوز 30 دقيقه نتلاقاو ان شاء الله. انتما اخواتاتي بعد ما دازت نص ساعه، هذه هي العجينه ديالتي صافي البلاستيكه وخليتها نص ساعه حتى ارتاحت ارتاحت مزيان. ندير على 8 الكرات هاد الكاميرا الزيت ديال بحال هكا على 8 الكويرات مقطعه كامله على 8 الكويرات هاد العجينه اللي عندي. حط في واحد البلاط وحدايا نعاود نقسم هذه شويه جاتني كبيره، نبقى غادي مستمره بحال هكايا حتى نكمل ونعاود نتلاقاو ان شاء الله. بحال كشتو بعد ما نخلي هي العجينه ترتاح، غناخذ هنايا واحد 4 العواشق ديال الزبده وج عواشق ديال النشا، غنديرهم في الزلافه ونديرهم في حمام مريم ونخلطها مزيان الخلطه ديالتي ونتلاقاو ان شاء الله بني بغينا. انتم اخواتاتي الزبده هي وديك النشا هما كيولاو بحال هكا، هذه هي الخلطه ديالتنا. هذا الزيت غنعاون به باش نسرح. ها هي العجينه بعد ما دازت عليها 5 دقائق ارتاحت صافي، ونبدا نورق بحال هكا. العجينه ديالتنا تكون رقيقه تيجي غزال، هاد المسمن تيجي رائع، نتمنىكم تجربوه شي حاجه اللي زوينه.
شتو بحال هكا، وندير واحد العاشقه بحال هكا، ونجيب هادي بحال هكا، نقادو من هنايا من هنايا، وندير لي بحال هكا بحال هكا بحال هكا، هي الطريقة ديالته، ونخليه يرتاح. غنزيد معكم وحدة أخرى باش نوصل لكم الطريقة إن شاء الله مزيان. نعاون بشوية الزيت، ندير بحال هكا حتى نكملو كاملين، عاد نرجع ان شاء الله تاني نعاود نوريكم كيفاش غندير اليوم. هانتوما بحال هكا شتو، غندير عاشقة تاني، ندير الخلطة مزيان بحال هكا، تخليه يجي مهش ومقرمش، وإلا ما عندكمش نشا ديروا الفورص ماشي مشكل. ندير بحال هكا، ندير بحال هكا، نجيب هادي هنا، نجيب هادي هنا، نعاود نطول بحال هكا، هي على مربعات بحال هكا، صافي غنبقى غادي مستمره بحال هكا حتى نكمل ونتلاقاو ان شاء الله. هانتوما خواتاتي، بعد ما درت لهم هذيك الطريقه وخليتهم يرتاحوا، انا بسطت وخليت لكم ثلاثه باش نوريكم الطريقه كيفاش بسطوهم شويه بحال هكايا على الطاولي ديالهم بحال هكا. هاد المسمنه درت يجي غزال اخواتاتي، نتمنىكم تجربوه ان شاء الله، غير تابعوني هانتوما غتشوفوا كيفاش بحال هكا، غير شويه نبسطو بحال هكا تيكون مطوي بحال هكا على اربعه، ونديرو لي بحال هكا، نجبدو الطولي بحال هكا شتو. غنجيب لكم اللاطات لقدامكم، غندهن ببيضة كاملة، ودرت معاها عشقة ديال الحليب، غندهنهم بحال هكا، وشعلت الفران من قبل 10 دقائق، هو شاعل من الفوق ومن التحت حتى يسخن مزيان، الفران ديال الغاز من الفوق ومن التحت شعلته يسخن مزيان، وغندخلهم يطيب. بعد ما شكلتهم وخليتهم مرتاح واحد 10 دقائق، وخليهم حتى 15 دقيقة، ما غيخسروا ما والو، باش منين نبغيو نبسطهم يجيونا ساهلين بحال هكا. غادي الجرارة بحال هكا بحال هكا، قطع ماي هذا هو الشكل ديالهم، دي بقى ما دهنتهاش معليش، غنعاود هنا غنشكل معاكم غير اللي دهنت بحالكم بحال هكا شتو. جربتو جا زوين، وقلت علاش ما نشاركوش مع خواتاتي وتعجبكم نتوما هاد الطريقه ان شاء الله وتجربوها، قلت لكم ديال تحمير الوجه. غنبقى غاده بحال هكا مستمره حتى نكمل وندخلهم يطيبوا ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هانتوما خواتاتي، ها المسمن ديالي بعد ما طاب تيجي على هاد الشكل، هادو ما حمرتهمش، وقت اللي بغيت نسخنهم نعاود نحمرهم، حمرت غير هادو، وريكم الزيت، ندير لهم الكوفيتير، نتوما الزيت يبقى ليكم اختيار، هذا راه
سمن بريستيج، تيجي زوين وتيجي مرشرش وتيجي غزال. نتمنىكم تجربوه ان شاء الله، تيجي رائع. وما تدهنوش كامل، دهنوا الكميه اللي غتاكلوا صافي. انا غندير غير الكميه اللي غناكل، حيت ما تبغوا تسخنوا ديري لي الكوفيتير ما غاديش يسخن. وهنا خواتاتي عندي اللوز كاسي، نتوما ديروا اختيار ليكم، ديروا اللي عجبكم. تيجي زوين هاد المسمن، تيجي رائع. نتمناكم تجربوه ان شاء الله. نتوما ديروا رقاق اللوز، ديروا الكوب، ديروا اللي عجبكم، ديروا اللي موفر عندكم في الدار، ماشي في الشرطة. غادي بحالكم استمر، نتمنىكم ان شاء الله تجربوه وراه غادي يعجبكم ان شاء الله. غير جربوه خواتاتي، راه تيجي زوين. جنجلان محمر حتى هو تيجي زوين، اللي عندنا في الدار، اللي موفر نديرو. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله، راه تيجي غزال. نتمنىكم تجربوه. هذه هي الطريقه ديالته، ندير لكم الصوره مزيان. شوف، نتمنىكم تجربوه اخواتاتي، وبالسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ودائما مع الجديد. وما تنسونيش اخواتاتي من البصيمه، الله يجازيكم بخير، وشكرا لكم كثيرا.